إنه هناك في كل مكان، في العاصمة الفرنسية باريس، وسائل المواصلات ودور السينما وحتى القطارات. يتسلل في الظلام، يحاصر فريسته، ومن ثم يلدغ لدغة سرعان ما تظهر آثارها على الجسم. وأخطر ما في الأمر أن هذه اللدغة قد تودي بحياة الإنسان. هذه صفات حشرة بق الفراش التي اجتاحت بلاد النور فرنسا، متسببة في موجة كبرى من الهلع بين الفرنسيين. فعلى مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت العديد من الفيديوهات لتلك الحشرة بعدما صورها المواطنون في أماكن مختلفة ظهرت فيها. لكن للهلع الذي يتملك فرنسا أسباب بعينها، فالفرنسيون لديهم ذكريات أليمة مع حشرة البق. نعم، فهي اجتاحت بلادهم من قبل، وتحديداً في خمسينيات القرن الماضي. المسؤولون الذين أرجعوا سبب انتشار البق إلى الكثافة السكانية وزيادة النقل الجماعي تعهدوا بالقضاء على تلك الحشرة، خاصة قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية العام المقبل في فرنسا.